انا عندي 15 سنه وكان نفسي اطلع مهندس، كان امل اي حاجه. انا اسمي مجدي تبع الغازي، سنه 13 عايز اطلع اورمادي واكمل دراساتي واطلع ضابط. لازم يبقى في رقابه على الاطفال اللي بيخلص المهنة بتاعتهم ويروح يشتغل ويشرب مخدرات. لازم يبقى في رقابة على الأسرة عشان يشوفوا ولادهم بيعملوا ايه.